ليمون ولدينا فرصة ومحاولة خطيرة. يونس في المكان السليم إبعاد في مناسبة أولى وبعد ذلك الكرة إلى خطأ كما يشير حكم المباراة نواف سكر. سلامات للاعب المنتخب العراقي، تصادم قوي، نأمل له السلامة. الحقيقة تبدو بأن اللعبة الماضية لعبة مزعجة جدا، لا نتمنى أن نشاهد إصابات ولا نتمنى الحقيقة. يبدو بأنه في اللقطة الماضية لاحظ الاشتراك ولاحظ التصادم ما بين الاثنين، ما كانت مقصودة، لكن سيف سلمان في هذه اللحظات يسقط في أرضية الملعب ولاعبي المنتخب العراقي يتجهون إليه. اللاعب رقم 8 هو اللي تداخل مع اللاعب رقم 8. طلال نايف من الجانب الكويتي هو من تصادم مع سيف سلمان في اللعبة الماضية، وبالتالي نأمل بإذن الله تعالى أن يكون سيف سلمان بأفضل حالاته وأن يعود مرة أخرى مع المنتخب العراقي لأنه واحد من الأسماء المهمة جدا. هذا حكيم العراقيين يا سادة، هكذا يلقبون في العراق حكيم العراقيين لأنه يحقق الإنجاز كلما رحل ليدرب منتخب على مستوى الفئات على مستوى الفريق الأول، يجيب نتائج، يجيب انتصارات، يجيب ألقاب، وسيكون قائدا لمنتخب شباب العراق في كأس العالم بتركيا.